صاحب السمو أصحاب السعادة والمعالي، يشهد الملتقى مشاركة عددا من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية. استأذن سموكم الكريم بالصعود على المسرح لتكريم الجهات المشاركة. تتفضل الجهات المشاركة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشركة السعودية للصناعات الأساسية السابق، شركة الزيت العربية السعودية أرامكو، غرفة المدينة المنورة ومنشآت، شركة رؤى المدينة القابضة، الهيئة الملكية بينبع، بنك التنمية الاجتماعية، شركة المياه الوطنية، الشركة السعودية للخدمات الأرضية، شركة القرية السعودية العالمية الصناعية، شركة طيبة لتشغيل المطارات، شركة نوسيد المحدودة، وشركة مجموعة المجال العربي القابضة. شكرا للجهات الراعية وبإمكاننا التفضل بالجلوس. هدية تذكارية مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية، مقدمة لأمير المدينة المنورة صاحب سمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، يقدمها سعادة أمير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبد الله الجعويني. نتقدم بالشكر الجزيل لراعي حفلنا لتدشينه أعمال وفعاليات الملتقى ولحضور حفلنا الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في هذه الجهود. أصحاب السعادة، أصحاب المعالي، بعد قليل ستبدأ الجلسة الحوارية لمناقشة اتجاهات سوق العمل السعودي بمشاركة معالي نائب وزير الموارد البشرية لشؤون العمل الدكتور عبد الله بوثمين، وكذلك معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الحليل، وكذلك معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، وسعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي الجعويني، يدير الحوار الأستاذة فاطمة فهد. بعد قليل ستبدأ الجلسة الحوارية، تفضلوا بالجلوس مشكور.
يلا تشرفنا فيك.